علميا لكل من العبارات الآتية: وجود أقراص ظروفية بين الفقرات. أنت اختارت أسماء شمالة الفوضى. نعم نعم حسناء، لتسمح لعمود الفقرة بحركة محدودة وتمنع احتكاك عظام الفقرات مع بعضها. نعم أحسنتي. إذا نجلة، عدم انثناء الساعد للخلف بسبب وجود النتوء المرفقي. نعم أحسنتي. وعدم انثناء الساق للأمام لوجود عظم الرطفة. نعم أحسنتي. إذن تسمية الشفعين الآخرين من الأضلاع، الأضلاع السائبة، لماذا سميت بالأضلاع السائبة؟ نعم بتول. لأنها تتمفصل من الخلف مع عظم الظهر وتكون حرة من الأمام، صح؟ تكون ثابتة، الأضلاع السائبة تكون ثابتة، فإنها سميت الشفعين الأخرين الأضلاع لأنها تساعد القفص الصدري في عملية التنفس. إذن تساعد القفص الصدري في عملية التنفس. لك ما بصير نقول أنها تتصل من الخلف بالفقرات الظهري وتبقى حرة من الأمام غير متصلة بعظم الأقاص. وأيضا يوجد إجابة أخرى، أي هي أنها تساعد القفص الصدري في عملية التنفس.